بتاعته. دلوقتي احنا هنعمل النهارده البيتزا. البيتزا هنعملها معانا كيلو دقيق عشان الكميه، 2 خميره فوريه، ملح وسكر، لبن، انا بحب اعملها باللبن طبعا، في ناس بتحب تعملها بالزبادي، وزيت. وهنبدا العجن، هنبتديها هنحط الملح والسكر، معلقه ملح ومعلقه سكر، وبعد كده هنحط الخميره. طبعا ده كيلو عجين، لو احنا هنعمل نص الكمية نحط كيس واحد، هنعمل كمية كاملة هنحط كيسين. بعد كده هنضيف كوباية اللبن تكون دافية ما تكونش ساقعة من التلاجة، وهنضيف كوباية الزيت، وهنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. وطبعا لو احتاجت مية هنحط لها. ودلوقتي ده شكل العجينة، الحمد لله معانا خمرت بقت جميلة جدا ما شاء الله. هنحطها بقى تخمر لمدة اقل من ساعة ان شاء الله هتبقى زي الفل. بنلفها بالفريش ونسيبها لحد ما تسخن وتخمر. وبعدين ننتقل عشان نعمل كلام سجق. سجق هنعمله، هنجهز الطماطم، البصل، الفلفل الاخضر، وطبعا احنا هنعمله مش هنعمل صلصه البيتزا عشان خاطر احنا هنحط الخلطه بتاعته على البيتزا نفسها، فبالتالي مش هينفع ان احنا نعمل صلصه معاها. ويلا حبايبي حلوين نخش على الطاسه ونشوف هنعمل ايه. هنجيب الطاسه الجميله بتاعتنا وهنحط فيها الزيت، طبعا مش كميه كبيره عشان خاطر عارفين ان السجق ممكن يكون فيه دهون. اول حاجه هنعملها هننزل السجق ونشوحه في الطاسه بالمنظر ده. كده احنا معانا السجق اهو، هنبدا نحط نقلب السجق على النار عشان نشوحه. هنحط البصلاية ونشوح شوية، نقلبنا هنحضر البصل، وصلنا لدرجة التحمير هنضيف الفلفل الأخضر وهنقلب. وهضيف الطماطم، وطبعا ما بنحطلوش توابل كتير لأن عادة بيبقى السجق فيه توابل فمش لازم نحط. دلوقتي بقى هنشوف العجينة ما شاء الله، العجينة طبعا خمرت ما شاء الله عليها. هنبدأ ناخد منها عشان نعجن صينيتنا ونظبطها. هناخد على قد ما هنعمل عجينتنا الحلوة. هنفردها في الصينية زي ما احنا عايزين، ممكن نعملها بالنشبة ممكن نفردها يدوي. نفردها ونحاول ما نسيبش فيها اي فراغات علشان تبقى البيتزا بتاعتنا حلوة وجميلة في نفس الوقت، مفرودة واخدة مساحتها
احسن ايه؟ هنا انا فردت سنيتي خلاص، هبدأ بقى اغرزها بالشوكة عشان تديني المساحة اللي انا عايزاها، افرغ الهواء ابدأ ازود. لو انا عايزة حبة احط شوية صلصة احط، احط كاتشب احط زي ما انا عايزة. دلوقتي انا فردت صلصتي عليها او بمعنى اصح الكاتشب عشان انا ولادي بيحبوا طبعا طعم الكاتشب بيبقى اجمل. ودلوقتي هنبدا نحط الحشوه بتاعتي. انا عندي جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر وزيتون، وطبعا عندي السجق محطوط فيه كل التوابل اللي احنا احتاجناها، في بصل في طماطم في فلفل، فطبعا ده هيدي الشكل احلى بكتير. هنبدا نفرد السجق بتاعنا على البيتزا مساحه متفاوته. وطبعا تشكيله الجبن بتديني طعم احلى في الجبنه في البيتزا. ولو حابه ان انت تحطي جبنه رومي طبعا بتبقى جميله مبشوره مش قطع. كده انا عملت بيتزايتي، هبدا ارص عليها الجبنه بتاعتي املى الفراغات عشان ما يبقاش فيه فراغ، لان انا اوريدي كده كده هملاها حاجات. نحط الزيتون نوزعه، شوية فلفل اخضر لو احنا شايفين الفلفل قليل، وبعد كده ابدأ ارز الجبنة الشيدر على الاكل بتاعي. ده بيدي طعم جميل قوي، اللي هي بتاعت الهامبرجر المربعة طبعا بتديني طعم جميل. اذا كانت شيدر غامقة او فاتحة طبعا بتدي طعم حلو قوي في البيتزا لما بتسيح. اهي خلاص خلصنا، نحط بقى الموزاريلا. الموزاريلا بتاعتي طبعا مطلعاهم بدري علشان تفك. خلاص كده خلصنا، نزود طبعا الموتزاريلا زي ما نحب. هتشوفوها طبعا لما تطلع من الفرن هتبقى عاملة ازاي والتقطيع بتاعتها عاملة ازاي، والبيتزا طعمها كمان تحفة وبتبقى طرية جدا لان احنا حاطين لبن. انضف عشان ما يبقاش فيه حاجة حوالين الصينية او في الصينية. وده شكل البيتزا بعد ما اتعملت وهي سخنة ولسه طالعة من الفرن طبعا، طرية جميلة. نشوف بقى بتشد ازاي بالموتزاريلا. اجمل بيتزا بالسجق، الشده بتاعت الموتزاريلا طبعا جميله جدا. واحلى بيتزا بالهنا والشفا. القطعة دي احسن، جميلة جدا بتسهل علينا تقطيع البيتزا. وبالهنا والشفا، وده نهاية الطبق وبالهنا والشفا.